في حالة ثبوت إيجابية تحليل المخدرات الخاص بي وأنا أعمل موظف عام، ما هو الحل؟ عزيزي الموظف، إذا كنت متعاطي للمخدرات فقدامك فرصة ذهبية إن أنت بتتقدم توعية للعلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن 16023. حتى في ظل تطبيق القانون حالياً، طالما أنه تقدم الموظف من تلقاء نفسه للعلاج قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله وخضوعه لتحليل الكشف عن التعاطي، إنه طبقاً للقانون رقم 73 لسنة 2021 والخاص بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار، بأن التعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الند أو النقل أو الاستمرار في الوظائف العامة بيشترط ثبوت عدم تعاطي المواد المخدرة، وده بيكون من خلال تحليل فجائي بمعرفة الجهات المختصة. كما أنه في حالة ثبوت إيجابية العينة عند إجراء التحليل الفجائي للموظفين، بيتم تحرير محضر إداري بإثبات الحالة ضد الموظف، وبعد كده بيتم إحالة الموظف لمصلحة الطب الشرعي علشان تاخد منه عينة تانية للتأكد، وإذا ثبت إيجابية العينة للمرة التانية بيتم فصل الموظف طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها. وطبعا قدامك فرصة ذهبية، إذا كنت متعاطي المخدرات فبادر بالاتصال والحق نفسك.